متابعي قناة بيستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. وكما يقال ذاك الشبل من ذاك الأسد، آدم ابن الناخب الوطني جمع بالماضي فرض نفسه بمهاراته وموهبته، وهذا بعد أن تعلق مع فريقه الدحيل حيث صنع الحدث في السوشيال ميديا بتسجيله هاتريك في مرمى السد القطري في نصف نهائي كأس الاتحاد في قطر في فئات دون 14 سنة. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم، شاركوا في القناة، فعلوا الجرس وانتظروا كل جديد على قناتكم بيستارز.